هو ترند، هو نار وشرار وجبار، هو الحق او ما تلحق، هو العرض الخطير على طول يطير. اللي بتقوله قوله في هذا الاعلان. انا موجود في نقطة البناء، اكبر صالة عرض للانارة موجودة عندنا بالقطيف. فكرتهم يا جماعة خطيرة، تصفيات، عروض، اسعار قوية طول السنة. ما شاء الله تبارك الله، صالة عرض يا جماعة مرة ضخمة، 1500 متر من اضاءات، لمبات، افياش، مفاتيح، كيابل، ايش ما يخطر في بالك في الانارة، والكهرباء موجود تحت سقف واحد. وشعارهم يا جماعة محطمين الاسعار. جاء معاكم بعرض المفاتيح، عندكم المفرد، الثنائي، الثلاثي، الرباعي، عندكم حق التليفون، حق الدش. تخيلوا يا جماعة الحبة بكم؟ الحبة بريال، شركة روي، والضمان عليها 20 سنة. تحطيم الأسعار، تحطيم الأسعار يا جماعة. هون الأسعار يا جماعة، مفتاح مكيف 45 أمبير ب4 ريال. هذه يا جماعة أتوقع ما سمعتوها من قبل، دايمر 800 واط بكم؟ ب5 ريال فقط. لمبات LED يا جماعة وجنون الأسعار، هذه عندكم 4 وات واللي بعدها 5 وات وهذه 7 وات وهذه 9 وات، على كم يا حبيبي؟ على ريال. رقم يا جماعة في هالهولدر هالحلو، هذا هولدر وتحت طبعا تكون فيه لمبة ويجي منه عدة ألوان، هذه الألوان 6 ألوان فيه يا جماعة، وبكم الحبة هذه يا جماعة؟ ب6 ريال فقط، والكميات خير من الله. يكون في هالهولدر هالحلو، طبعا يجي منه ألوان كده طبعا يتعلق، مرة حلو حق البيت، حق الكافيهات، المطاعم، الفكرة مرة جميلة. وبكم؟ ب13 ريال، ويجي منه طبعا ألوان طبعا بدون اللمبة. وهذا قسم اللمبات LED يا جماعة، تشكيلة واسعة وتحطيم الأسعار، اللمبة المقاس اللي يخطر في بالك موجود عندهم ما شاء الله تبارك الله. طبعا على فكرة يا جماعة، هذه فقط صالة العرض، المستودع في نفس هذا المستودع واحد ثاني أكبر منه. وهذا قسم اللمبات LED يا جماعة، تشكيلة واسعة وتحطيم الأسعار، اللمبة المقاس اللي يخطر في بالك موجود عندهم ما شاء الله تبارك الله. طبعا على فكرة يا جماعة، هذه فقط صالة العرض، المستودع في نفس هذا المستودع واحد ثاني أكبر منه. تخيلوا معي يا جماعة، اللمبتين البنل 3 إنش، مو واحدة، الثنتين بكم؟ ب5 ريال فقط. يا حبيبي وين لقيت مثل هالأسعار؟ COB 8 إنش 30 وات ب25 ريال، والضمان سنتين. MD 24 وات 8 إنش يا جماعة ب20 ريال. لمبة خارجية يا جماعة 40 وات 12 إنش، ويجي منها أبيض ويجي منها أصفر، كم تتوقعوا؟ 34 ريال، والضمان سنتين. يلا وندخل على الثريات. على فكرة يا جماعة المكان مرة مرة ضخم، ما نقدر نغطي كله، في أكثر من 15,000 منتج. هذه الثريات طبعا تبدأ أسعارها من 50 ريال وطالع، حق المكتب، حق الكوفي، حق المطعم، حق البيت. المكان هذا يا جماعة روعة. وبعدين عندكم جميع الأنواع، حبيتوا الكريستال، حبيتوا المودرن، حبيتوا شوفوا إلين الآخر هناك، مكان مرة ضخم يا جماعة. سلام سيد، كم سعرها هذه الثريا المعلقة؟ هذه تبدأ يا طويل العمر من 50 ريال. 50 ريال، وهذول الحلوين بعدها من 60، 65، ونطالع إلى 66، 80، 100. إن شاء الله تبارك الله. شوفوا الخيارات يا جماعة اللي موجودة، يا سلام، 2 في 1، مروحة وثريا في آن واحد، هذا شكل ثاني وهذا شكل ثالث، عندهم خيارات كثيرة يا جماعة، مرة عجبتني فكرتها. وهذا شريط الإنارة ماركة الادفانس، وأقوى سعر يا جماعة 50 متر وبكم؟ 240 ريال. وهذا موقع نقطة البناء، أبدا ما يضيع القطيف، في المجيدية حي المستودعات خلف سيتي ماكس مباشرة، هناك يصير عطورات درعة خلفهم مباشرة. هذا نقطة البناء، مفتوح يوميا من الساعة 4 العصر إلى الساعة 10 بالليل.